ملتزمون جميعا بالتباعد الاجتماعي لحماية الجميع، فإن سلامتكم تهمنا في الشركة البحرينية الكويتية للتأمين. لقد أطلقنا مجموعة من المبادرات لنضمن حمايتك وحماية عائلتك. المنتج الجديد ضمان يقدم لك الحماية من الوفاة لا سمح الله والعجز بسبب الحوادث. كما أضفنا الوفاة لا سمح الله جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19. نحن في البحرين الكويتي للتأمين حريصين أن تكون عميلاً المميز، لذلك تم إعفاء زبائننا الجدد في رسوم التأمين لغاية 3 أشهر على تأمين السيارات الشامل السنوي. كما أننا لم ننسى عملاءنا المخلصون، فقد قدمنا لكم تخفيضاً خاصاً على تأمين السيارات الشامل مع إضافة خدمة VIP مجانية، فإنكم تستحقون هذه الخدمة المميزة. نحن الآن أقرب إليكم، بإمكانكم استخدام خدماتنا الإلكترونية عن طريق الاتصال بمركز خدمات الزبائن أو برقم الواتساب، وإنجاز جميع معاملاتكم التأمينية من المنزل، بما في ذلك خدمة فتح المطالبات لجميع أنواع التأمينات الشخصية. نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة متمثلة في جلالة الملك ورئيس وزراءه وسمو ولي العهد الله يحفظهم، وجميع الوزارات الدولة وكافة منتسبي اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا على جهودهم الجبارة في السيطرة على الوباء، والله يحفظ البحرين. الشركة البحرينية الكويتية للتأمين دائما سباقة للمساهمة المجتمعية، وفي ظل الظروف الحالية إنه من واجبنا الوطني القيام بذلك. وبكل فخر قمنا بدعم حملة فينا خير التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد بمساهمة الشركة بمبلغ 100,000 دينار. ومن فريق الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، دمتي بأمان يا بحرين وكلنا فريق البحرين. مجموعة الخليج للتأمين، التميز أساسنا.